كثير من مرضى الصداع النصفي بيسألنا أنا هفضل ماشي على علاج الصداع النصفي ده طول عمري؟ هو أنا مش هبطله؟ هو أنا كده أدمنته؟ هو هيضرني؟ هو أنا هتعود عليه؟ حقيقة إن الهدف في علاج الصداع النصفي إن إحنا نتحكم في النوبة ونمنع حدوثها فترة من 3 لـ6 شهور، بعد كده على حسب طبيعة الصداع اللي غالبيتها بتبقى مايلة انها تبقى مزمن، يعني باخد العلاج وبقعد سنة ما جاتليش، 2 3 عود عليا برجع تاني اخد علاج تاني من 3 لـ6 شهور. ولكن انا لو خدت العلاج والصداع راح وضعف، هو الهدف ده، وخصوصا ان الصداع النصفي يعني الاشعة بتاعت المخ سليمة ما فيهاش حاجة. ودايما العلاج بنقسمه لـ3 مجموعات، مجموعة المسكنات البسيطة دي اللي باخدها طول ما الصداع موجود، ومجموعة الإيرجوت أو التريبتان دي اللي باخدها عند بداية الصداع، اللي احنا بنقول للعيان أول ما الصداع يخبطك بتاخد قرص وبعد نص ساعة بتاخد القرص التاني، والمجموعة التالتة واللي هي دي اللي بتعمل وقاية واللي بتمنع حدوث الصداع، وهي دي بتبقى غالبيتها مجموعة علاج الصرع، مضادات الصرع ومضادات الاكتئاب، وإن كانت مضادات الصرع هي الأفضل بالنسبة لنا على حسب النظرية الحديثة الأخرانية.